محاضرتنا لهذا اليوم هي الـ Components of Fuel Injection System، الأجزاء اللي تكون نظام حقل الوقود. The objective of the fuel injection system are to meter automated and uniform distribution the fuel throughout the air mass in the cylinder. الغاية أو الهدف من نظام حقل الوقود في داخل المحرك هو to meter automize لغرض قياس نسبة الوقود وترذيذ الوقود and uniform distribute وتوزيع الوقود بشكل جيد خلال كتلة الهواء المارة إلى داخل حجرة الاحتراق أو إلى داخل الأسطوانة. At the same time, في نفس الوقت, it is must maintain the required air fuel ratio. وفي نفس الوقت ممكن الوصول إلى نسبة الهواء إلى الوقود المطلوبة as per load and speed requirement لحسب متطلبات الحمل والسرعة of the engine للمحرك. To achieve all the above tasks لغرض تحقيق كل المهام المذكورة, a number of components are required in the fuel injection system. عدد من الأجزاء ممكن أن تتوفر في نظام حقل الوقود. The function of which are mentioned below. هذه الوظائف الخاصة بها تذكر في الأسفل. قبل الانتقال إلى الوظائف الخاصة بالفيول انجكشن سيستم كومبوننتس, يجب توضيح ذلك بفيديو معين كما في التالي. طبعا منظومة حقل الوقود التي سوف يتم استعراضها أمامكم هي منظومة مصنعة من قبل شركة بوش الألمانية اللي تجهز منظومات حقن وأنظمة كهربائية للسيارات الألمانية اللي هي أودي, جولف, مرسيدس, بي ام دبليو. هذه منظومة حقن الوقود اللي هي راح نجري استعراضها أمامكم. بدينا من حجرة الاحتراق الموجودة أمامكم, هذه التو فالف, هذا السبارك بلاك اللي يهمنا هنا منظومة أجزاء حقن الوقود. طبعا هذا الجزء اللي هو النوزل ده اللحظة بالأسفل ده يضخ الوقود داخل الانتيك مانيفولد, هذا هنا ده يضخ الوقود في داخل الانتيك مانيفولد, يجري استنشاقه من قبل حجرة الاحتراق عبر نزول المكبس للبوتون ديد سنتر, هذه الكام شافت. نبدي الآن بمنظومة حقن الوقود. منظومة حقن الوقود متكونة من مضخة الوقود هذه الموجودة في داخل خزان الوقود, هذا خزان الوقود اللي يكون بالمنطقة اللي هي خلف المركبة, أحيانا يوضع خزان الوقود أو دائما يوضع خزان الوقود لغرض ضمان العزل الحراري بين المحرك وخزان الوقود, بين المسافة اللي تلاحظونها بين الإطارات الأمامية إلى الإطارات الخلفية. هذا خزان الوقود موجود بداخل الفيول بامب, مضخة الوقود اللي تسحب البنزين من خزان الوقود وتصدره باتجاه المحرك عبر أنابيب مصنعة من المواد, يعني من الحديد أو من المواد الحديدية الأخرى اللي تصدره إلى المحرك. طبعا أيضا موجود الفيول بريشر تانك اللي هو الفيول بريشر سنسر, عفوا, اللي هو المتحسس الخاص بضغط الوقود في داخل الخزان, بضغط بخار الوقود في داخل الخزان اللي يقوم بتسريب البخار لحظة ارتفاع الضغط نتيجة ازدياد درجات الحرارة عالية جدا عندنا بالعراق تصل الى 55 50 وغيرها. لذلك لابد من توفر صمام يتحسس بكمية الضغط في داخل التانك هذا. طبعا الصمام هذا أو عفوا السنسر, هذا السنسر يعطي عازل للصمام فيما بعد يفتح لغرض تسريب بخار الوقود إلى منظومة الكاستنر, منظومة الكاستنر تصدرها فيما بعد إلى المحرك لغرض إيصالها للإنتيك مانيفولد واستنشاقها عبر للمحرك عبر الانتيك مانيفولد. هذا الفيول تانك, الفيول بامب,
طبعا هنا يتم تصديره الى هذه الانبوبه اللي يسموها بالانبوبه المشتركه اللي هي الكوموريل. هذه الانبوبه المشتركه دلاحظ بداخل هذه الانبوبه المشتركه هنا نوزل يسموها بالاسواق المحليه العراقيه المسطره. هنا نوزل، هنا نوزل، هنا نوزل، هنا نوزل، يدخل البنزين، يدخل البنزين. هذه الانبوبه متصله بالفيول بامب، بالفيد بامب اللي هو مضخه الوقود، متصله للتانك يعني ذاهبه الى مؤخره السياره. هنا يدخل البنزين بضغط عالي، هذه النوزل، هذا النوزل يضخ الوقود الى داخل حجره الاحتراق لما يوصل له اشاره كهربائيه من الاي سي يو، منظومه من كمبيوتر السياره. طبعا هو النوزل عباره عن صمام كهربائي، من توصل له نبضه كهربائيه ينفتح هذا الصمام الكهربائي عباره عن ابره وملف. عند ايصال التيار الكهربائي للملف يقوم بالتقاط الابره للاعلى، الابره تكون ساده فتحه خروج البنزين، عند التقاطها للاعلى يخرج البنزين الى داخل حجره الاحتراق للانتيك مانيفولد مثل ما تلاحظون هنا بهذا الشكل. تلاحظون شلون دا يضخ النوزل الى داخل حجره الاحتراق، والمكابس تقوم بسحب خليط الوقود والهواء الى داخل حجره الاحتراق. طبعا هذه المالتي بورت فيول انجكشن اللي هو يكون النوزل قريب على الصمام وضخ على السطح الخارجي للصمام، عند ارتطام البنزين بالسطح الخارجي للصمام يتم تبخير الوقود وتحويله الى بخار، ومن ثم تسهل عملية استنشاقه الى داخل حجرة الاحتراق. دا نلاحظ الاعازات هذه دا تنتقل من السنسرات المختلفة الى الاي سي يو، الى منظومة الاي سي يو. هنا هذا الاير فلو سنسر، هذا يتحكم لي بكمية، او عفوا يتحسس لي بكمية الهواء الداخلة الى داخل حجرة الاحتراق. الماس فلوريت اوف فيول، الماس فلوريت اوف فيول هنا دا يتحكم لي به حتى يدخل الى الماس فلوريت اوف اير عفوا الى داخل حجرة الاحتراق. طبعا مربوط على الانتيك مانيفولد قبل الفلتر. هذا الماب سنسر اللي هو يتحسس لي بكمية الضغط المتولدة، الفاكيوم المتولد بداخل الانتيك مانيفولد. نلاحظ الانتيك مانيفولد مصنع من مادة البلاستيك، قلنا ليش مصنع من مادة البلاستيك؟ لغرض زيادة الفوليومتريك افشنسي. طبعا هذا دا ينقل اعاز هسه المن للعقل الالكتروني. هسه الماس اير فلو سنسر ينقل اعاز حول كمية الهواء الداخلة اللي تم استعراضه الى داخل حجرة الاحتراق. الماب سنسر ايضا ينطي معلومة للعقل الالكتروني حول تخلخل الضغط بداخل حجرة الاحتراق، بداخل الانتيك مانيفولد. طبعا المبدأ الاساسي لعمل ذني السنسرين اللي هن الحساسات نيناتين، ذني المبدأ الاساسي هو مبدأ تغير المقاومة. مبدأ تغير المقاومة، تتغير المقاومة تحت تأثير الفاكيوم، وأيضا تتغير المقاومة تحت تأثير مرور الهواء بالنسبة لسنسر حساب كمية الهواء الداخلة. هذا الثروتلينج فالف، صمام الفراشة أو صمام الخنق الموجود هذا، طبعا يتم التحكم به عبر الدرايفر، عبر السائق، لأن متصل بستيبر موتور عبر التي بي اس. تي بي اس يرسل اعاز للعقل الالكتروني بانه تغيرت المقاومه به نتيجه انه السائق المركبه دعس على دواسه البنزين، من ثم ادى الى تدويرها، من ثم غير المقاومه، من ثم الفولتيه الواصله للعقل راح تتغير. وفق التغير الفولتيه راح يصدر اعاز للاكتويترز اللي هو الستيبر موتور المتصل به الثروتلينج فالف، بانه يفتح الثروتلينج فالف او يغلق الثروتلينج فالف حسب السرعه المطلوبه من قبل السائق المركبه او من قبل المشرف على تحريك المحرك. هذه الاعازات تنتقل كلها باتجاه كمبيوتر السياره اللي هو الاي سي يو، اللي هو الالكترونيك كنترول يونت. نلاحظ العمل، اليه العمل شلون تتم. نلاحظ ايضا هناك بعض
السنسرات الموجودة بداخل المحرك، الحساسات الموجودة بداخل المحرك اللي تنقل الإعازات إلى الإلكترونيك كنترول يونت للعقل الإلكتروني، وفقها يبدي يتصرف. هذه الإلكترونيك كنترول يونت اللي هو العقل الإلكتروني، هذا عبارة عن كمبيوتر، نظام محوسب مبني على أساس المعادلات، مبني بداخله معادلات على أساسها يبدي يتصرف وفق الإعازات اللي واصلت له. هذه الإعازات ده تنتقل هنا، هذا البايدل اللي يضغط عليه السائق دواسة البنزين، وفق الإعازة القادم من دوازة البنزين ده تلاحظوها ده تتحرك. هنا موجود هذا بالأعلى موجود هو التي بي اس اللي هو الثروتل بوزيشن سنسر. هذا التي بي اس نتيجة هذا الحركة راح يدور التي بي اس، لأن متصل بعتلة بوصلات ميكانيكية بجيرز بتروس، هذا المنطقة تروس بلاستيكية أحيانا تكون، فراح يحرك لي الثروتل بوزيشن سنسر بالضبط لما أتحرك السويتش الخاص بسرعة المروحة الموجودة بالغرفة، تزود سرعتها وتقلل سرعتها، راح ينقل الإعاز للإي سي يو، راح يخبره بأنه السائق يريد سرعة أعلى للمحرك. الإي سي يو راح يصدر الإعازات باتجاه النوزلات باتجاه الحواقن. طبعا هذا السنسر اللي هو بالإعادة هذا السنسر هو الكرانك شافت سنسر يكون متصل أو منصب أو موضوع على السطح الخارجي لنقطة اتصال المحرك بالجير بوكس، بالضبط متركز على منطقة الفلاي ويل، على أسنان الفلاي ويل. من خلال حركة أسنان الفلاي ويل يبدي يصير حف مغناطيسي نتيجة تزويده بقطبين، وهو يخرج القطب الثالث يعطي إعاز للإلكترونيك كنترول يونت. طبعا هنا عندنا النوكس سنسر، طبعا بالنسبة للسنسر الكرانك شافت يعطي إعاز للمن للإي سي يو ويخبره حل وضع المكابس بأي منطقة حسب المعادلات اللي حسبناها بالكورس الأول اللي هو المعادلات الخاصة بالفصل الثاني، الديسبليسمنت اوف ذا فوليوم، الفوليوم ديسبليسمنت فوليوم تشينج اوف ذا فوليوم وذ ذا كرانك شافت ثيتا. يعني هذا السنسر يحسب الثيتا الخاصة بالكرانك شافت. هذا السنسر اللي موجود أمامنا هذا النوكس سنسر مثبت على الجدار الخارجي للمحرك. هذا النوك سنسر لما يحدث طرق بداخل المحرك هو عبارة عن مايكروفون سنسر، ينقل الإعازات العصبية أو ينقل النبضة بالفولتية المن للإي سي يو. الإي سي يو وفقه راح يبدي يتصرف، يغير الأير تو فيول راشيو أو يقدم السبارك أو يأخر السبارك حسب الحالة اللي موجودة بالضبط، حتى يعالج لي النوك أو يعالج لي البري إغنيشن اللي دا يصير. هنا عندنا أيضا الكولان تيمبريتشر سنسر، هذا الكولان تيمبريتشر سنسر السنسر الخاص بحساب درجة حرارة المائع التبريد بداخل المحرك، يعني الماء الخاص بالراديتر، من خلاله ينطي أيضا إعازات للإي سي يو يبلغه بأنه المحرك بدأت ترتفع درجة حرارته، خصوصا بالكولد ستارتينج ببداية التشغيل. هذه اللي يسموها بالأسواق المحلية بالجوزة الصباحية، بالأسواق المحلية العراقية، هذه يطي عازل للعقل الإلكتروني حتى يشغل المحرك بالرتش. لما ترتفع درجة حرارة المحرك يبدي يخبر الاي سي يو بأنه ارتفعت درجة حرارة المحرك، يبدي المحرك يغير الاير تو فيول راشيو من الرتش الى اللين. هذا النوك سنسر. هذا اللي هو بالاعلى الكام شافت بوزيشن سنسر بالإعادة، هذا الكام شافت بوزيشن سنسر ايضا يخبر العقل الالكتروني حول موقع الصمامات بالضبط، هل انفتح الانتيك فالف او انغلق الانتيك فالف،
بالإضافة إلى المعلومة الصادرة للعقل الإلكتروني من قبل الكرانك سنسر، وفقها راح يبدي يتصرف انه يضخ الوقود بالانتيك مانيفولد او ما يضخ الوقود بالانتيك مانيفولد للبستن، فرضا رقم 4 او رقم 2 او رقم 3 او رقم 1. هذه بصورة مختصرة السنسرات وآلية عملها الموجودة بالمحرك، بمحرك الاحتراق الداخلي. هذه طبعا السنسر الاخير اللي هو الاكسجين سنسر او الاكزوست سنسر الموجود بالبايب هذا، بالبايب هذا اللي هو بعد خروج الغازات العادم يتحسس لي بكمية الاكسجين الخارجة الى خارج المحرك، ويبدي يخبر العقل الالكتروني، وفقها راح يبدي يتصرف العقل الالكتروني اما يقلل نسبة ضخ الوقود او يزود نسبة ضخ الوقود او يدخل اكبر كمية من الهواء او يقلل كميات الهواء. طبعا هذه الاكسجين سنسر دبل اكسجين سنسر بعض المحركات تزود، اللي هو بيفور كاتالايتيك كونفرتر وافتر كاتالايتيك كونفرتر لغرض حساب كفاءة منظومة التلوث. هذه طبعا المعلومات الخاصة بالكومبوننت اوف فيول انجكشن سيستم. لاحظنا بانه عملية ضخ الوقود الى داخل حجرة الاحتراق مسيطر عليها بالكامل من قبل كمبيوتر السيارة. كمبيوتر السيارة يبدي يتصرف وفق المعلومات اللي هي واردت له، يعني معلومة درجة حرارة المحرك، معلومة درجة حرارة الهواء الداخل للمحرك، معلومة من الفاكيوم بريشر سنسر، معلومة من الماس فلو سنسر، معلومة من الكرانك سنسر، معلومة من الكام سنسر، معلومة من الاكسجين سنسر الموجودة، ومعلومة من النوك سنسر، ومعلومة من الانجين كولنت تمبريتشر سنسر. هذه كل هذه المعلومات يستلمها الاي سي يو الكمبيوتر، يبدي الكمبيوتر يعالج الموقف عبر تصدير الاعازات لصمام دخول الوقود والهواء، صمامات دخول الوقود والهواء اللي هي النوزل والثروتلينج فالف الموجود في داخل المحرك. هسا نجي الى ما تبقى في محاضرتنا اللي هو البامبنج إليمنت، الإليمنت اللي خاصة بنظام حقل الوقود. البامبنج إليمنت اللي هو أنظمة الضخ، نقصد بأنظمة الضخ طبعا هو الفيول بامب، الفيول بامب مضخة الوقود. moves the fuel from the tank to the injector، يعني يتحرك الوقود من التانك الى الحواقن. This include necessary